سمع. نعم، انت سمعت عن قصة العمارة اللي هي 60 دور دي؟ بس يا بابا طب تعالوا احنا نشوف قصة العمارة دي ايه. حكاية العمارة اللي هي 60 دور، كان في شابين من الأرياف رايحين يشتغلوا في المدينة. الشابين طبعا دولت بيدوروا على سكن رخيص شوية ويكون كويس، فما لقوش إلا أوضة صغيرة كده فوق سطح بيت. البيت دوت عبارة عن عمارة مكونة من 60 دور، طبعا وافقوا علشان المكان كان كويس وبسعر قليل كده كان يناسبهم. حتة ال60 دور دي هتتحل بالأسانسير، بس الراجل صاحب العمارة قال لهم إن الأسانسير بيجي بعد الساعة 12 ويقفل. قالوا له مش مشكلة. في مرة من المرات وهم راجعين من الشغل رجعوا متأخر بعد الساعة 12، فلو الأسانسير مقفول، فواحد فيهم بيقول للتاني هنعمل ايه؟ هنطلع على السلم 60 دور؟ قال له هنعمل ايه؟ مش أحسن من بات في الشارع يعني؟ قال له طب يلا، تعالى نتفق اتفاق علشان ال60 دور دول ما نحسش بيهم واحنا طالعينهم على السلم. قال له ايه؟ قال له هنتفق ان أول 20 دور هنقضيهم ضحك وهزار ونكت لحد كده أما ايه؟ ال20 دور يعدوا كده وما نحسش بحاجة. قال له ماشي. قال له ال20 دور التانيين هنحكي قصة طويلة كده تلهينا برضه في أي حاجه كده عقبال ما الوقت يعدي. قال له ما ال20 دور الاخر هنحكي قصه مؤثره كده وحزينه علشان نخرج بره مود الضحك والهزار والدنيا دي كلها وما نحسش بالسلم ونلاقي نفسنا طلعنا ال60 دور. قال له طب يلا بينا، وعملوا كده فعلا. بعد ما وصلوا واحد فيهم قال للتاني، قال له انا حابب اقول لك على خبر مش كويس. قال له ايه؟ قال له احنا نسينا المفتاح تحت، مين ينزل يجيبه؟ ال60 دور هينزلوا يجيبوا المفتاح تاني. طبعا واحد فيهم لبس التاني قال له طب انزل انت انا ماليش دعوه، وقعدوا يتخانقوا وما نزلوش جابوا المفتاح. طبعا ده كان مثال. العماره ال60 دور دي هي عمرك. اول 20 دور هي اول 20 سنه في حياتك بتقضيهم لعب وخروج ومرواح ومجي وبعيد عن ربنا، وتاني 20 سنه القصه الطويله، عايز يتجوز بيدور على شغل عشان يبني اسره ويبني بيت ويجيب عيال والعيال تروح المدرسه ويتعلموا، وقصه طويله جدا. تلاقي نفسك وصلت لسن ال40 وبرضه مشغول عن ربنا سبحانه وتعالى. اخر 20 سنه القصه الحزينه، النظر ضعف والركب شخللت والظهر اتنى ومحتاج يروح لدكتور ومش قادر ينزل يروح الجامع وبرضه بعيد عن ربنا. هوب وصل لاخر العمر، فين المفتاح؟ فين لا اله الا الله؟ فين العمل الصالح؟ فين العباده؟ فين تعميرك في الدنيا؟ فين دورك اللي ربنا جابك اصلا علشانه؟ خدوا بالكم لان العمر بيتسرق منكم، ولو انت في اي مرحله من حياتك خلي بالك من حق ربنا سبحانه وتعالى عليك في المرحله دي قبل ما الشغل والعيال والدنيا يضيعوه، وتبص فجاه كده تلاقي البساط اتسحب من تحت رجليك. خلي بالك من عمرك، اوعى تنسى حق ربنا عليك سبحانه وتعالى، اوعى تخلي الدنيا تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يقدرنا على كل عقبه واقفه في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. اوعى تنسى تعمل شير علشان اكبر قدر من الناس يستفيد بالكلام ده، وطبعا مش هوصيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. اوعى تنسى الانتيم بتاعك وانت الانتيمه بتاعتك، اعملوا لهم منشن وعرفوهم ايه حكايه العماره اللي هي ب60 دور. ولو انت مشرفنا على اليوتيوب اوعى تنسى تعمل سبسكرايب علشان الفيديوهات توصل لك اول باول. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.